السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن طريقة حرق نسخة ويندوز 7 ونسخة ويندوز 10 على فلاشة واحدة. كل اللي محتاجينه فلاشة بحجم 16 جيجا أو أكبر، وملف الأيزو الخاص بنسخة ويندوز 7 ويندوز 10، أو ممكن تعمل 3 ويندوز زي ما أنت عايز. عايز تعمل 8.1 و7 و10 لو الفلاشة مساحتها كبيرة هتقبل معانا عادي. ونعرف بس نظام الهارد، هل هو جي بي تي ولا ام بي ار، لان البرنامج نازل بنسختين، النسخه الخاصه بالليجاسي اللي الهاردات اللي هي شغاله بنظام الام بي ار، والنسخه اللي هي اليو اف اي اللي هي للهاردات اللي شغاله بالايه بنظام الجي بي تي. طب اعرف ازاي الهارد ام بي ار ولا جي بي تي؟ كليك يمين على ماي كمبيوتر او زيس بي سي واختار مانج، وبعد كده بقف على الهارد وكليك يمين، وبعد كده بروبرتس، وبعد كده بختار فوليوم، ومن فوليوم بختار بارتيشن ستايل واشوف مكتوب قدامه ايه، هل هو ماستر بوت ريكورد ولا جايد بارتيشن تيبل، وبيبقى ملخص كده مكتوب ام بي ار ولا جي بي تي، وبناء عليها اختار النسخه. لو ام بي ار هنختار ننزل النسخه الايه الليجاسي، لو جي بي تي هنختار النسخه او ننزل النسخه اللي هي اليو اي اف اي. انا طبعا هنا هنزل النسخه الايه الليجاسي. تمام، ده اول حاجه معايا. طيب انزل البرنامج ازاي؟ هفتح جوجل زي ما احنا شايفين كده واكتب يومي، نكتب في محرك البحث يومي، وادخل على واجهة البرنامج. البرنامج ادي النسخة الخاصة بالليجاسي زي ما احنا شايفين كده، هننزل تحت كده وادور على النسخة الخاصة بالليجاسي، وفي النسخة الخاصة زي ما احنا شايفين يومي ليجاسي، ادي الرابط بتاعها، وفي النسخة الخاصة باليو اي اف اي، وادي الرابط ايه وادي الرابط بتاعها زي ما احنا شايفين كده. تمام، بعد ما بحمل الاصدارين بعد كده ببدأ ان انا ايه انزل ملف الايزو. طبعا انا بنزل ملف الايزو الخاص باخر اصدار من مايكروسوفت، بكتب ويندوز 10 وادخل على موقع تحميل ملف الايزو زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بيفتح لي واجهة الواجهة دي. طبعا انا بقوم جاي عامل اختيار كده عشان اخلي الواجهة دي يظهر معايا ملف الايزو، طب يعني حامل بشكل مباشر عن طريق ان انا بضغط على كليك يمين وبختار اخر اختيار اللي هو انسبكت. بعد كده بيفتح لي واجهة على اليمين كده. تمام، بقوم جاي هنا شايل يوز براوزر ديفولت واختار البلاك بيري، يعني بعرف ان انا شغال على البلاك بيري، وبعد كده بقوم جاي عامل ايه اعاده تحميل للصفحه زي ما احنا شايفين كده، او كليك يمين لو في خيار ريفريش او زي ما احنا شايفين كده بعمل اعاده تحميل للصفحه. بعد كده بيظهر لي الواجهه اللي تمكنني ان انا ابدا ان انا احمل ايه ملف الايزو برابط مباشر. بقى في القائمه دي كده بيظهر لي هنا بقى طبعا الاختيارات زي ما احنا شايفين، بختار ويندوز 10 وبعدين كونفيرم. تمام، وبعدين بختار بقى اللغه اللي انا عايز احملها، عربي انجليزي زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده كونفيرم. بعد كده بختار ملف الايزو 32 او 64. طبعا لو رامات اكبر من 4 جيجا بختار 64، لو اقل من 4 جيجا بختار 32. يبقى كده احنا عرفنا ازاي نحمل ملف الايزو الخاص بويندوز 10. طب بالنسبه لويندوز 7 بكتب في محرك البحث برضو ويندوز 10، وبعد كده بتحمل بقى، بتدخل على موقع البرنامج، موقع تحميل الويندوز، وبعد كده بتحمل ايه النسخه ال 32 او 64 زي ما انت عايز. طيب في حد يقول لي مفيش مثلا موقع فيه نسختين مع بعض في ملف ايزو واحد؟ ممكن تلاقي طبعا في موقع جيت انتو بي سي او موقع معتز، هتدخل على موقع جيت انتو بي سي وتكتب في المربع السيرش ويندوز مثلا 7 32 و64، هيجيب لك بقى الملفات اللي هي فيها الاثنين مع بعض في ملف ايزو واحد زي ما انت عايز. تمام كده احنا عرفنا هننزل ملف الايزو ازاي. نرجع بقى لشرح الايه البرنامج وازاي ان انا احرق ويندوز 7 ويندوز ايه ويندوز 10 مع بعض. هنفتح واجهة البرنامج. بالنسبة لنسخة اليو اف اي فهي بتدعم تثبيت ويندوز 10 فقط. تمام، مش هتدعم يعني مش هتلاقي اختيارات لتنزيل ويندوز 8 او ويندوز 7، هو مكتوب ويندوز 10. تمام، بالنسبة بقى النسخة الليجاسي هنفتح مع بعض الواجهة دي زي ما احنا شايفين كده، ونبدأ نضغط على اي اجري، بعد كده بنركب الفلاشة وبنختار الفلاشة، وطبعا هنا بيجيب لي الفورمات زي ما احنا شايفين، وناخد بالنا بقى من الفورمات NTFS وفات 32. طبعا انا هعلم بقى NTFS ليه؟ لان انا علمت فات 32 وبعد ما ينسخ لحد 4 جيجا مش هيقبل نسخ. تمام، فهختار NTFS لان الملفين اللي عندي بحجم 9 جيجا او 10 جيجا، فطبعا اكبر من 4 جيجا، فالافضل فورمات بالنسبه لهم ال NTFS.
بعد كده بقوم جاي مختار الويندوز زي ما احنا شايفين كده، هيجيب لي مجموعة اختيارات للينكس والهيرنز بوت والويندوز. بختار هنا ايه سنجل ويندوز، في سنجل ويندوز اكس بي، وفوقه في سنجل ويندوز ايه فيستا و7 و8 و10. هقف على سنجل ويندوز فيستا او 7 زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده بختار براوز تمام، وابدا احدد المكان الملف الايزو فين. ادي ملف الايزو الخاص بويندوز 7، هقف عليه كده، وبعد كده اضغط على اوبن زي ما احنا شايفين. بعد كده بضغط على كرييت، وبعد كرييت بيجيب لي رساله ان هو هيبدا يهيئ الفلاشه ويبدا ينسخ ملفات الويندوز. اضغط على يس، وبعد كده هيبدا يعمل فورمات، ودي رساله ان كل الداتا اللي على الفلاشه هتتمسح. اضغط على يس، بعد كده هيبدا زي نظام كوبي بسط لي الملف الايزو زي ما احنا شايفين كده، هيبدا ينسخه على الفلاشه. وبعد ما يخلص نسخ الملف الايزو هيجيب لي رساله، هل تريد ان انت تعمل ملف، هل تريد ان انت تضيف ملف ايزو كمان. طبعا احنا لما يخلص الملف ده هنشوف الرساله مع بعض، هل تريد اضافه اي ملف. فانت ممكن بقى تضيف كمان ملف ويندوز 8.1 او ويندوز 10 زي ما انت عايز. هننتظر لحد بس ما يخلص، وبعد كده ايه نبدا نضيف ملف ايزو الخاص بويندوز ايه بويندوز 10 زي ما احنا شايفين قدام. ده خلص معاه نسخ ملفات الايزو الخاص بويندوز 7. هنبدا بعد كده نختار ملف الايزو الخاص بويندوز 10، هنضغط على نيكست. هيقول لي هل تريد اضافه ملف ايزو، هضغط على يس. بعد كده هختار وين سنجل ويندوز 7 او 10 زي ما احنا شايفين كده، سنجل ويندوز 10. وبعد كده هختار براوز تمام، وبعد كده اختار ايه ملف الايزو الخاص بويندوز 10، وبعد كده هضغط على اوبن تمام، وبعد كده هضغط على كرييت. بنفس الطريقه برضو هيبدا ان هو ايه ينسخ ملفات الايزو الخاص بويندوز 10 زي ما احنا شايفين مع بعض. زي ما احنا شايفين خلص معايا نسخ ملف الايزو الخاص بويندوز 10. بعد كده اضغط على نيكست، هل تريد اضافه ملف ايزو اخر. فطبعا انت هنا لو عايز تضيف بقى ملف ايزو الخاص بويندوز 8.1 هتضغط على يس، وتبدا ان انت تضيف برضو بنفس الطريقه، وتشوف ملف الايزو انت حاطه فين وبنفس الطريقه تمام. انا طبعا خلاص انا كفايه اعمل 7 و 10 تمام، اضغط على نو no. بعد كده هضغط على فينيش. بعد كده بعمل ريستارت للجهاز، وعن طريق المفتاح البوت الخاص بالكيسه اللي عندي. طبعا هنا دي اشهر اللي هي الاختصارات اللي هي عن طريق الكيبورد، وتدخل على مفتاح البوت. هنا طبعا الجهاز عندي اتش بي، فمفتاح البوت بيبقى اف 9، دي اللي بيبقى اف 12، وزي ما احنا شايفين كده ايه كل ماركه مثلا قدامها مفتاح البوت الخاص بيها. بعد كده بعمل ريستارت للجهاز، وهنشوف شكل البرنامج وطريقة التعامل معاه هتبقى ازاي. ما احنا شايفين عملت ريستارت للجهاز، وضغطت على مفتاح ال F9 من الكيبورد. بعد كده ظهر لي الواجهة دي، هنختار USB device، بعد كده نضغط على انتر. ما احنا شايفين ظهرت معايا واجهة البرنامج بالشكل ده. هنضغط على ويندوز انستولر ونضغط على انتر تمام. هيظهر لي هنا النسخ اللي احنا عملناها، ده ويندوز 7 وده ويندوز 10، ولو في اكتر من ويندوز هتلاقيهم تحت بعض. هنجرب مثلا مع بعض، نختار مثلا ويندوز 10 ونضغط على انتر. ما احنا شايفين ظهرت معايا واجهة الويندوز. هبدأ ان انا اختار عربيك ايجيبت واضغط على نيكست، وبعد كده انستول ناو. اختار بعد كده ويندوز 10 برو، بعد كده نيكست، وبعد كده لو جاب الاتفاق وافق على الاتفاقية زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده نيكست، وبعد كده كاستم. وزي ما احنا شايفين الهارد معايا، هنعمل بقى فورمات ونستكمل بقى بقية مراحل التثبيت. وبرضه انا كنت شارح في فيديو بنفس البرنامج برضه طريقة تثبيت ويندوز اكس بي وويندوز 7 على جهاز واحد باستخدام برضه نفس البرنامج. هسيب لكم رابط البرنامج في صندوق الوصف في نهاية الفيديو. اتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك والاشتراك في القناة. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.